ملاكم تونسي اكس بوكسور في ليكيب ناسيونال في المنتخب الوطني التونسي ما عنديش برشا ديجا متحصل على الاجازه التطبيقيه في التدريب الرياضي في المعهد الاعلى للرياضه والتربيه البدنيه مع درجه ثالثه في التدريب الرياضي في الملاكمه وبطل تونس يعني من الاصغر وانا بطل تونس حتى هيك اللي وقفت ملاكمه مع المنتخب حتى هيك 2013 سي ديتيكسيون دي تالون بالنسبه لي هما بالشامبيونه تتلعب شامبيونه اخويا والشامبيون والفيس شامبيون يمشيو ليكيب ناسيونال والا لاعب مليح يمشي ليكيب ناسيونال هذاك البارم اللي حاطينه الباركونتر مش موجود كيفاش مش موجود؟ مش موجود منه شيء هذايا الناس الكل تعرفه لي بوكسور الكل يعرفوا لي ديتيكسيون دي تالون يعني في الوقت الحالي تو ماهيش كيما اللي قلت لك عليه انا ولاتني جمعيه فلان والبوكسور الفلاني ومصلحه ولات مصلحه شخصيه صارت مشكله قبل وقتها الافكتيف تاع حسب ما نذكر انا الافكتيف تاع الجمعيه العسكريه ما مش موافق على الاكس بريزيدون تاع الفيدراسيون فما مشكل هكا انا ما نتلاش بهم برشا ما نتبع لهمش مركز كان على الانترينمون الكل فبعدهم ليكيب ناسيونال خرج رئيس الجمعيه هذا خرج الستاف كل تبدل ايش بهم جمعيه عسكريه ما رجعوش ليكيب ناسيونال فهمت علاش ديما تخليو ليكيب ناسيونال يعني محصوره بين جمعيات معينه فهمت بين جمعيه معينه بار اكزومبل كي سيل كي دومين في الفيدراسيون وعندها نفوذ وعندها مصالح وكل هذوكم ولاد يلعبوا في ليكيب ناسيونال بورتون ولاد مش قاعدين يعملوا في حد شيء شكون الجمعيه اللي قويه هذه في تونس اللي قاعده يكون دومين في الفيدراسيون با شو نقول لك هنا par exemple c'était sportif يعني لازمك تعمل championnat du monde championnat de Tunisie senior باهي اوكي هذه شروط السنتر باهي اوكي عملت championnat de Tunisie خويا قلت باش ندخل السنتر راني نقرا في سبورتيف فهمت متعذب تعب كوا فما تعب تو نجي نحكي لك تقول انت ديستونس كل فما تعب فما صار لي تعب وعبيت البوكسور معايا يعرفوه تعب حتى ميم لي زونترون يعرفوه تعب واحد يقعد من الصباح للعشيه على دابو زمان نقولها فرانشمون على دابو زمان نقعد نترينا وفرد نيفو معاهم اللي هما دي جران شامبيون يسكنوا في السونتر وسبع وعشيه ماكله وانترينمون الدنيا كذا وانا نعيش دابو زمان وشوي سون كونكيرون برومي كونكيرون فهمت ونفس ونلعب كل ما يهزوني التورنوا انا فوق البوديوم الناس كنت تعرفوا الشيء هذا الناس كنت تعرفوا كل ما نمشي التورنوا فوق البوديوم فهمت باهي قال لي شنو قالوا لي السونتر قال لي اسمع ما فماش بلايص انا وهادي سليمان ذكرها هادي سليماني يشوف الفيديو هذا ويقول لك وي هادي سليماني طلع في بلجيكا وعمل دو في بي سي شامبيون ميديتيراني فهمت في بروفيشناليزم هذا حرق وقت مشينا احنا لاسبانيا هرب فهمت هرب خاطر من الغل خرج في تورنوا لاسبانيا هرب من غاديك باش يمشي انا شي تورنوا هذا تورنوا بوكس بوكسام اسبانيا 2009 فهمت بريباراتوار للجيومتر فهمت حاسيلو هو هرب في انا بيرسونيلمون في اللي صار له في تونس والظلم والكبت والقهر وبطل قرايته ما عنده شيء اونترنور ليكيب ناسيونال ركز ما يعمل سيليكسيون يختار يقول هذا باش نهزو بار اكزومبل واحد من الفيدراسيون يقول لا ما تهزش شنو دخلك انت انت شكونك باش تفرض رايك على الاونترنور وتنحي بوكسور من بوكسور هذا اللي صار اما جاي رئيس جامعه اسمه ضاو الشامخ جاي للفيدراسيون هذا يا خويا الناس كل تعرفه هذا يا سيدي تعين بار انترفونسيون من الكاتب لدى رئيس الدوله هو بن علي فهمت اتعين هذا السيد ضو الشامخ هذا قبل كان اكس بريزيدون في الفيدراسيون تاع اللود فلس ثلاثه مرات الناس كنت تعرف ولا مرتين اي جا ضو الشامخ جا قدام وقفنا الناس الكل في الصف قلنا بالنسبه لي انا ما عندي حتى شامبيون ما عندي حتى بطل واللي يحس بروحه بطل الكيت لو ليو فهمت ومره عمل بينا ريونيون هو يحكي وانا نلعب بالتليفون جو مون فو ما فوتي با مال منه من الكلام اللي يحكي فيه خاطر حكايه فارغه فهمت وماش في بالو لي بوكسور فهمت ناس سامحني في الكلمه دي كلوشار دي فويو ما يقراوش مش متقفين كذا وناس اللي في مزروع في وسطهم انسان يقرا وفي الانستيتيو سوبيريور ومعاه يحيى مكشري زاد كيف يقرا في الانستيتيو سوبيريور وكل الناس مثقفه وتتبع وكل جي يحكي يقول لك انا ولد رباط وكل البوكس تام سبور دو بوفر يقزم فينا كوا ان سبور دو بوفر ودير شنو وانا الناس قالوا لي مسكين انت شاد الفيدراسيون تاع البوكس قمت له قلت له بابا كي مسكين روح قلت له انت داك في دار البوكسيرين قلت له ضو شام لايف في رينيو انت راك في دار البوكسيرين في دارنا شي تخرج تهين فينا في دارنا فهمت
دار البوكس هذا شي تقول سبور دو بوفر تاع قلت باش نقول لك حاجه راه البوكس انجليز سي لو برومي سبور سيبلي في جوز اولمبيك بالنسبه لتونس اول سبور سيبلي جيب دي ميدال السيد هذا ملي جاي يحب جاي بخطه جديده اللي هي شنو خطه التشبيك شباب بالفريق امحق القدم وما عندي حتى شامبيون درا شنو درا شنو نغزر كان الصغار وجدد وعلاش باش نزار ما تحاسبوش فهمت باش حتى حد ما يحاسبو باش بار اكزومبل يعملوا لهم صغار خاطر ما يعرفوش مساكن يهزوا ال المدني يهزوا يسكنوا في ميزون جون ستاج ومن بعد يرميه في فوهة بركان في مونديال ياكل تلاحة ويروح يسقط الطفل يكره البوكس ويروح بطل فهمت ومن بعد يقول ما معنيش بوكس ميت ودر شنو واعطونا فلوس اعطيونا فلوس اتو نجيب ريزلتا فوالا هذاك اش قاعد يصير هذيك اللعبة اش قاعدة تسرق